السلام والتحية والإجلال والإكبار إليكم جميعا إنما كنتم داخل وخارج الوطن. أحييكم في حلقة جديدة ومحور جديد نناقش اليوم فيه ظاهرة تفجير المساجد كظاهرة إرهابية تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية لتركيع القبائل في ظل صمت مخزي ووصمة عار على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة التي تشاهد بأم عينها هذه الجرائم الإرهابية التي ما سبقت إليها أي جماعة غير هذه الجماعة الإرهابية. أذهب إلى فاصلة ثم أعود مشاهدي الكرام كالعادة لاستقبال اتصالاتكم على تطبيق الإيمو ودول الأرقام المباشرة المتابعة. كما قلنا إذن مشاهدي الكرام هنالك صور أيضا وصلتنا عن آخر الجرائم الإرهابية التي مارستها ميليشيات الحوثي في البيضاء حيث قامت بتفجير عدد من المنازل هناك وهي مستمرة في هذا النهج الإرهابي الأرعن. وكما قلنا سنظل نفضح هذه الميليشيات نعريهم نراهن على وعي الشعوب الحرة على وعي وصمود أبناء اليمن. ما زلنا نناشد إخوانا المغتربين إنه يشكلوا فريق قانوني في كل دولة لفضح وتعريات الأنظمة الدولية التي تصمت عمدا أمام هذه الميليشيات والتي لا تزال تدعمها بكل ما أوتيت من قوة في سبيل البيع والشراء. هذه مشاهدي الكرام نذهب إلى هذه المشاهد ثم نعود كما نقول دائما لاستقبال اتصالات. هذه كما شاهدتها آخر الجرائم البشعة في ذي ناعم في محافظة البيضاء، ثلاث منازل قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بتفجيرها وغيرها من المنازل في كثير من المناطق في إب في صنعاء في تعز في كل منطقة دخلت هذه الميليشيات مارست أبشع الجرائم الإرهابية بحق أبناء اليمن. كما تشاهدون هذه المشاهد مشاهدي الكرام علها تحرك من تبقى فيهم من نخوة من كرامة من ضمير من إنسانية سواء في الوطن العربي أو في دول العالم. أرجو من الإخوان المغتربين في أمريكا في ألمانيا أن ينتهزوا مثل هذه الصور الحية وأن يعرضوها للشعوب الحرة منظمات الحقوقية الإنسانية منظمات المجتمع المدني يكشفوا للعالم مدى هذه الجرائم البشعة التي تمارسها هذه الجماعة ومدى صمت الأمم المتحدة أمام هذه الجرائم. أول متصلين معي مرحبا. ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا أخي من معي؟ وعليك السلام ورحمة الله. أبو محمد. مرحبا يا أبو محمد. يا خبير لا تراهن على الدول على الدول الأوروبية ولا على ما راهنا عليهم يا أبو محمد ما راهنا. شوف فصل من عندك. إحنا نراهن على وعي صمود الشعوب الحرة وصمود الشعب اليمني ولا ما إحنا عارفين أنكم عملاء للأنظمة. كشفتكم أمريكا هذا الحين إيش اللي حاصل يعني؟ كشفت الورقة التي لعبت بها على مسمية بالربيع العبري والآن بيجي الدور عليكم بيفضحوكم يعني أنتم مجرد يعني في الأخير أجنيدات تنفذوا أجنيدات خارجية مستحيل أنكم تحملوا أي مشروع وطني ولا ديني ولا سياسي. متصل جديد. ألو أستاذ طارق السلام عليكم. مرحب يا أبو طارق مغيب. الله يحييك ويخليك والله أستاذي. تفضل أخي. الله يجزي فضلك يا أخي. المجتمع الدولي لا علاقة لنا بالمجتمع الدولي. المجتمع الدولي آمن بما فيهم أمريكا حاكمة العالم. أمريكا تعلم يا أستاذ فارس لما شعرت بتهديد الاتحاد السوفيتي علشان تعرف أمريكا أن نحن مثقفين ومتعلمين في جامعاتنا الخاصة بنحن ثقافيا كذا بدون جامعات متعلمين. نعم. لما شعرت بالخطر حشدت الإرهاب كلها من أجل أن تنهي الاتحاد السوفيتي. صحيح. وفي الأخير قلبت عليهم قلبت على الدول دمرت العالم علشان مبنى التجارة. صح. العالمية. صحيح. لا تشاهد الآن أمريكا والأمم المتحدة وروسيا والعالم لا يشاهد المجرمين في الجمهورية اليمنية. صحيح. موقع استراتيجي للعالم كله أهم موقع استراتيجي. نعم. ما يشاهدون ما تسويها الميليشيات الحوثية يفجرون منازل الناس بمن فيها على رؤوسهم والمساجد. صحيح. شيء مؤسف شيء مؤلم. ناقلة النفط يرونها ستنهار ستسوي قنبلة عالمية ستدمر المحيط كله. وقريفت قال يتمسح عليهم. وقريفت قال جالسوا يمسح عليهم.
يا حبيبي الموضوع الخنادق، الخنادق بارك والشرفاء في الجمهورية اليمنية، نعم، إذا لم يحزموا أمرهم ويحررون بلادنا والله العظيم لنهتان إهانتهم قلب. شكرا يا أبو طارق، شكرا، لا تيأس ولا تحبط يا أبو طارق، لا يأس ولا إحباط مع الإصرار والعزيمة، شكرا لك. متصل جديد، ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك تتكلم على الأمم المتحدة، الأمم المتحدة من هذه الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة هي مرتشية. صحيح. إذا وقفهم الشعب اليمني كله الداخل والخارج وقوم على بلده ويحرر بلده لحاله، لا يهم أمم المتحدة ولا يهم يهدوا بيوت، هدوا قتلوا أطفال، قتلوا نساء، قتلوا شباب. صحيح. إيش اللي تتكلم على الأمم المتحدة؟ ايش بيوت الذي تهدد؟ المساجد وبيوت واطفال قتلت، واطفال رجال قتلوا، شباب قتلوا، الشعوب قتلوا، ما في حد في اليمن الا وهو مقهور. انا عربي وكل مسلم يخاف الله في اليمن، اساسا كل عربي كانوا عندهم انسانيه في اليمن. نعم. انا اشهد كل مسلم وكل عربي وكل يمني في كل دوله عربيه واوروبيه يقوموا يحتفل على بلدهم، هذه بلدهم، بلد احنا، هذه بلد احنا، ما هي بلد حد. من هم للأمم المتحدة ولا الأمم المتحدة تحررنا من الحوثي؟ الحوثي ده حتى خلانا سفير وكنت ضادت في صحيح. الأمم المتحدة تكلمت، الأمم المتحدة عربت صحيح، ويا الأمم المتحدة مساعد الحوثي 100%، والذي ما يفهم يفهم ناشد الأمم المتحدة ولا نشتوى ولا أقل أمم. شكرا يما، شكرا لك وصلت الرسالة. شكرا. الأحرار اليمنيين هذه بلد أهل بلدكم، بلدكم، بلد أولادكم وأحفادكم الآن على يمن. شكرا يما، وصلت الرسالة، أحييك، شكرا لك ومعذرة على المقاطعة. شكرا. ومتصل جديد، ألو مرحبا. ألو، ألو مرحبا، اتفضل أخي، من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، تفضل ابو محمد. طيب فصل من عندك يا ابو محمد، واصل. واصل. كيف حالك يا ابو محمد؟ يا اخي انت على الهواء، تفضل، ما عندك، ما هي رسالتك؟ والله رسالتي انا بالنسبه لي كنت من شباب الساحه. تمام تمام، واصل. فصل من عندك، شكرا لك. غير شباب ومتصل جديد، مرحبا. الو السلام عليكم. وعليك السلام. ايوه السلام عليكم. وعليك السلام، من معي اخي؟ الو ايوه ايوه معك، تفضل، عارفين عليك وخش في الموضوع. من؟ الو ايوه معاك، تفضل. غير عم خالد، ما في صوت. متصل جديد، الو. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. كيف حالك يا اخ فارس؟ حياك، من معي اخي؟ معك يوسف محمد، اخبارك؟ تفضل يا عم يوسف. الرحمه على روح الشهيد الزعيم علي عبد الله الصالح رحمه الله ودخله الجنه. امين. وانا اقول للعن خارج الله أن ينصره إن شاء الله، ونقول له نحن معك قلبا وقالبا. نعم. وهذا المرتزقة الذين في السعودية نقول لهم اخرجوا من الفنادق يا مرتزقة، ونقول لهم أين أنتم؟ ماذا فعلتم لليمن؟ خربتم الشعب اليمني. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد فرق يا يوسف، الصبر لا بد ما تفرق ان شاء الله بتفرج، ان شاء الله بتفرج. بس انا اقول لهم العملاء هذا المرتزقه يخرجوا من المملكه العربيه السعوديه، ويخرجوا من الدول الخارجيه، ان يدعوا الى وطنهم، ان يتحدوا خطا واحده. شكرا يا يوسف، برايك نحترمه. شكرا لك اخي، مصر جديد، الو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فارس. حياك، من معي اخي؟ النقيب احمد. وارحب يا نقيب، تفضل اخي.
يا أخي مسيرة الأمم المتحدة ولا مسيرة جريفيث هي مسيرة عمياء منذ مئات السنين. أنت شاهدت هذه المنازل التي يقوم الحوثي بتدميرها منذ دخول صنعاء أو إلى ما قبل عمران ثم صنعاء ثم آخرها هذا الأسبوع داخل البيضاء. يا نعم. فارس نعم يا فارس يا فارس واصل. أنا من أحد الجنود القوات المسلحة اللي شاركت في الصفراء وشاركت في المنزلة وشاركت في مران وشاركت في حوض وشاركت في حرب سفيان. أنا كنت من المقاتلين. والله نعم فيك. وكان توصل التريلا أو العشرين الطقم من ألوية الحرس الجمهوري محملة بالسلاح إلى الفرقة المدراء ومعسكراتها في الصعدة. نعم. والصباح تمشي كلها بيد القبائل. كيف يعني؟ كان حرب صعداء عبارة يعني الإخوان وعلي محسن جعلوا من حرب صعداء استنزاف لقوات الحرس الجمهوري. هاتوا سلاح ارسلوا إمداد والصباح يتوزع. معقول هذا الكلام يا نقيب أحمد لهذه الدرجة يعني؟ أعطيك قصة. كنا في موقع من المواقع تمام في حرب سفيان. نعم. وكان معانا رجل شايب عنده 4 غنم يجي يرعيها جنبنا قريب من الموقع تمام. نعطي شوية تأكل معانا كدم وسلطان من اللي يجيبوها للمقاتلين ويأكل معانا ثنتين على فقات من بقايا القاتل ناكله احنا ليابس له 4 أيام. وكان رجل مسكين بعد صلاة العشاء كان في ضرب من بعيد على الموقع اللي احنا فيه. اشتبكنا مع اللي كانوا يطلقوا الذخيرة. نعم. وصلنا نجي وهذا الشايب اللي عمره 80 سنه من 70 سنه مصاب والذي كان ياكل من خبزنا والذي كان ياكل معانا. لما وصلنا وعرفناه قال انا خلصوا علي ابغى الجنه ابغى اموت. قلنا لا تاكل عندنا وتشرب عندنا يا جبان بقلك ابيض عمرك 80. الله الله. انا عتبي على الاعلام. طيب طيب انا قبل احمد ما قلت يعني كيف كانت توصل بعد هذا القبائل يعني نفس السيناريو اللي حصل اليوم ولا كيف سلم واستلم والا كان ياخذوها بالقوه ولا الان يا فارس السلاح اللي معاهم يبيعوه. اول ما كانوا يبيعوه. نعم. بالبدايه المشكله من البدايه ان احمد علي عبد الله صالح طلب من القوات من وزاره الدفاع ان يكون الفرقه المدرع فيها انتظام تمام. نعم. يعني الصباح تجي الفرقة اللي مدرع فيها 10,000 مقاتل بعد الظهر تجي فيها 500 ونصهم غياب ونصهم مغتربين ونصهم سواق الباصات. ما في انتظام ما في عمل عسكري ما في تدريب ما في تأهيل. كل واحد شيخ معهم يترفر وطلعهم من الفرقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا يا نقيب. الحرس الجمهوري يعني ما تختار النشاط بالاخر فيها تدخل وانت مزود الحرس الجمهوري قوة مقاتلة ودوام وترتيب عسكري وتنظيم. نعم. المهم كانوا يستهدفوا الحرس، هات السلاح ويبيعوا، هات الذخيرة ويبيعوا. يا أخي الحرس الجمهوري نزل في المنزلة وقضى على حسين بودة الحوثي من خلال 100 ضابط إنزال جوي، ارجع إلى مقاطع الفيديو وشوف الإنزال الجوي لما نزلوا في 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 طرق سلمان. 100 من القوة الخاصة هم اللي نزلوا مع صلاة الفجر وحاصروا المكان واشتبكوا من المكان ووصلوا إلى حسين بودة الحوثي. شكرا لك أخ أحمد وتلك الأيام نداولها بين الناس. شكرا لك. ومتصل جديد. الو مرحبا. الو مرحبا. كل شيء اصبح واضح ومكشوف ولا تزال هنالك ربما كانت بعض المعلومات ما وصلت الى الاعلام لكنها تصل والايام. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. من معي اخي؟ معك ابو حرب. ابو من؟ ابو حرب. طيب واصل يا ابو حرب. قد الدنيا كلها حرب. ها هات ما عندك اليوم يا اخي. يا اخي كيف تكذبوا هكذا وتنسوا الجرائم حق صنعاء؟ كيف تنسوا الجرائم حق صنعاء؟ يا ابو حرب تنسوا التدمير حق صنعاء وقفل الطيران وقفل الاطفال وقفل تدمير البيوت والحوثي ما يفعل يزرع بصل. انت شاهدت المشاهد جالس بيفجر بيوت الناس يا ابو حرب. انتم تدعون طيب اسمعني انتم تدعون انكم تواجهوا العدوان. طيب وهذا تفجير المنازل ايش هو؟ يا اخي القاتل وسلب الناس وسرق الناس ايش هو يا ابو حرب؟ ايش سموه يعني؟ فصل من عندك يا ابو حرب، زيد اشحن رصيد ورجع اتصل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا استاذ فارس؟ حياك. من معي اخي؟
معك ابو محمد. اتفضل يا ابو محمد. ليش اين اعظم تفجير البيوت الا قتل مئات واحد في دقيقه؟ اين اعظم؟ كلها دماء، كلها جرائم، كلها جرائم يا ابو محمد. العنوان الحوثي، العنوان الحوثي 100 مره والعنوان التحالف مره واحده اقل شيء. احنا ما نلعن، ما نلعن ولا ليس من اخلاقنا ولا عاداتنا اللعن. خلاص انتقدوا الحوثي 1000 مره وانتقدوا التحالف. نحن مرة. يا ابو محمد نحن لسنا من ثقافتنا اللعن والسب وليست من اخلاق وشيم اليمنيين، هذا اول شيء. خلاص انتقد ننتقد أي جريمة، ننتقد كل من يستهدف المدنيين نعتبرها جريمة ولا يمكن أن تسقط بالتقادم كائنا من كان. يا أبو محمد نحن لسنا مثلكم عملاء ننفذ جنيدات خارجية. يعني الآن ظهرت في 2011 الجرائم التي حصلت والمخطط، والآن فيما بعد تكشفت الحقائق يا أبو محمد. على من تضحكوا؟ ألو مرحبا، راح أبو محمد. الو من معي يا اخي؟ الو تفضل، من معي يا اخي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. اخي فارس حياك الله، تحيه الجمهوريه والوحده. احييك، من معي يا اخي؟ انا اسمي عفاشي، عفاشي انا عفاشي. وارحب يا عفاشي على راسي، تفضل. حياك، انا متابع برنامجك ومراسلنا والاخ خالد ابو احمد. اسمي عفاشي، مش مشكلة. أحييك. أرجو منكم ومن المحامين المؤتمرين ومحامي المؤتمر الشعب العرب والمأخذ الأخ محمد علاو أن توثقوا الجرائم حق الحوثي لهذا جريفن الخبيث سفير بريطاني. هو سفير بريطاني وليس سفير المتحدة. نعم. قال أن الحوثي معهم سفير بصنعاء من إيران. كيف هذا الرجل الخبيث جاء؟ من جاء؟ والله هذا سؤالي وقال للتحالف والشرعية يجيبوا عليه، هم اللي ماسكين البر والجو والبحر. التحالف الشرعي، كان التحالف الشرعي لما الزعيم يخصفوا بيوته وبيوت اقاربه، والان خرجوا كلهم يا اخ فارس، خرجوا كلهم، لكن عيال عطاش وعيال عطاش ما طلعوا. تحيه لطارق، تحيه لطارق وللمقاومه. نعم. لحراس الجمهوريه وللعمالقه وسوء التهامه ولكل يمني حر. نعم. عطاشي. مع تحياتي للجميع. الله. شكرا لك، شكرا لك، تحية لكل المغتربين. السلام عليكم. وعليك السلام. ومنصل جديد. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. من معك؟ السلام عليكم. وعليك السلام. معك أبو صالح ياسر. وارحب يا أبو صالح. أبو صالح. واصل. أخي فارس، أولا الله زعيم الأمة زعيم علي عبد الله صالح. آمين. من بعده صرنا لا شيء أمام العالم. ثانيا قال تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين. نعم. لهم في عظيم ما تعمله اليوم ليشل حبي من تهديم البيوت وتهديم هدم المساجد، وذلك الغرض نشر الطائفية في البلاد. نعم. ثانيا إنما تعمله ميليشيا الحوثية اليوم من احتفالات إنما هي استنزاف لمواليد وتوطيد الطائفية وليس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباعهم. قال تعالى: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صحيح. الرسول لم يقل احتفلوا بمولدي، انه كان بينما كان حاله لبس المرقبه وهو قائد امه جابت كنوز فكسرت اغلالها، لما راها الله تمشي حوله لا تبتغي سواها لحالها. حب الرسول هو اتباع صحابته وليس سبا لصحابته وتمييزهم كما تفعلهم ميليشيات الحوثي اليوم. صحيح. تزيين الشارع بهذه الشعارات و تجارة سياسية رخيصة. يقول لك انه يعني الحين لو فحصوا دمه هذا لو كان هاشمي وكالة، واذا ما يطلع قده ابو لهب ولا ابو جهل ولا ما احنا رجال. فحصوا دمه بس. كيف يحتفل الشعب وليس يعني ليس هناك مرتبات. صحيح. ولا حتى ضرورية الحياة. صحيح. الشعب في حالة وصالها، وهؤلاء كل مرة يحتفلون احتفال الغدير، ساعة احتفال ما أنا داري إيش يعني هي بما تعني. المهم فرش الطرابل يا أبو صالح، أهم شيء الطربال، أهم حاجة الطربال. شكرا. شكرا لك يا أبو صالح، وحييك. يجب أن يعرف الشعب اليمني أنه دخل نفق مظلم وإن شاء الله سيخرج منه، لانه هذه الميليشيات هي كل يوم تسقط، كل يوم تنكسر، كل يوم تنهزم. ولولا يعني رهانها على الخارج وارتمائها في احضان الامم المتحده وامريكا لكان الوضع تغير.
بما فيهم زادت رخاوة الشرعية وتآمرها أيضا على الجبهات. لكن كل هذه تنتهي، كل هذه المشاريع الصغيرة تنتهي وينتصر اليمن واليمنيون، لأن هنالك عزيمة. مساك بالنور والنعيم. من معي أخي؟ تفضل. من معي أخي؟ معك أبو بسام. ارحب يا أبو بسام، تفضل. أبرام تفضل. الله يطلع عليك، الله يحييك ويعافيك ويسلمك، الله يصب عليك. الله حبيبي الحق إلا إذا طلع لي محسن من الدائرة. علي محسن يلعب على الحبلين من زمانه، عمره مثل ما قال. نعم ايوه يا اخي، مكنونا غدوه بعده ذاك، والشرعيه جالس لها اي حين عاد خلص الحرب. هذا يعني مقارب ل 10 سنه، مدي 8 سنه، مدي 9 سنه. والله يا ابو بسام الشعب لما يصحصح الناس يئسوا خلاص، يئسوا من الحياه، يئسوا من الحياه، ما عاد شيء. صحيح. باد فرق يا ابو بسام، كم ما جلسات باد فرق يا اخي ما تفرق. ولا والحزب هذا الله خونجي، هذا الاصلاحيين وهم يلعبوا يعني من زمانهم على الشعب، والشعب قد عارف وعالم، الكبير والصغير يعلم، اللي في الداخل والذي في الخارج، ان حزب الاصلاح الوسخ يلعب على الشعب من زمان، مخرب للشعب، مدمر للشعب، دمر معه الذي بناه الزعيم من مده 33 سنه، دمرها الحوثي ابو بسام ايضا. لا ننسى، الله يصلحه، خيم الله يهتدوه، خيم الله يفعله، خيم الله يصلحه، خيم الله يفعله، زادوا خربوا من مره. كل شيء سهل البناء، كل شيء يعود، سيعود من جديد. اهم حاجه القماقم والرؤوس والابطال والشباب هؤلاء الضحايا من كل الاطراف. شكرا لك يا ابو بسام، احييك. هي المشكله. شكرا لك اخي. مصر الجديد. الو الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. معك ابو علي. تفضل يا ابو علي. يا اخي ليش الاطراف السياسيه اجتمعوا واصطلعوا والحوثي ذاهب الهارج؟ صحيح. بعد سفر البلاد من الرئيس، من كان الرئيس اهم شيء الاحزاب، لقبوا احزاب وكاله مش عش حاجه. احنا نراهن على الابطال في الجبهات، اهم حاجه الجبهات يا ابو علي، الاحزاب قدم كل واحد. لا شوف الجبهات ماشي كل حاجه، اهم شيء السياسه والعمل. صحيح. لا ما لقيتش ما يقدر يشفع العيي هاك، لقبوا مؤامرات بعمل خلاص ما هو شرك. بعدين نشي دولة عظمى تشتغل في فلسطين، تطل تشتغل في خارجنا الطريق، نشي نعيش، نشي نفحط. لا لا ان شاء الله خير يا ابو علي. الرهان على الشباب، خلونا نراهن على الشباب الذي قد عفى عليهم الزمن. هؤلاء قد كل واحد يدور لابنه لابن بنته. هذا ارهابي ما يقدر. شكرا لك يا ابو علي، احييك. فصل من عندك الخط. نراهن على الشباب، كل القوى السياسيه، كل الابطال، على الشباب ايضا، الابطال الجنود الضباط الصف اللي في الميادين، هم عزنا وشرفنا وفخرنا جميعا، كل فخر كل يمني. الو مرحبا. معلش يا فارس، معك احمد. تفضل اخ احمد، فصل من عندك. معلش انا اخذت وقت المشاهدين والمستمعين. طيب تفضل. انا اريد البرامج يكون باستمرار، كشف الاخرين باستمرار. لا يوجد برامج في قناه اليمن اليوم، ولا يوجد في قناه حق الشرعيه، ولا يوجد في قناه سهيل. بنقول الشرعيه قد مستحي، وسهيل منتظر اتفاق، وسهيل منتظرين اتفاق. يا اخواني احنا هذه قناه المؤتمر الشعبي العام وقناه كل اليمنيين، تمام؟ نعم. في اعلاناتكم في برامجكم اعيدوا من كتاف، واعيدوا من صعدة، واعيدوا من صنعاء، واعيدوا صور التفجيرات وتدمير البيوت. امس يا رقيب احمد، امس لا شفت كان في فيلم وثائقي. طيب لحظه، امس كان هنالك فيلم وثائقي عرض يتحدث عن هذا كل شيء اللي ذكرت، يمكن انت ما تابعته، المؤامره على الجمهوريه. كثفوا 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 من كل شيء، حتى الآخرين. نعم. يستمر لهم كل شيء، حتى يبين لهم كل شيء. صحيح. يا أخي عندنا جيل خلى شاروا على علي عبد الله صالح، قالوا له أوقف خدمة الدفاع الوطني، الأخوان المسلمين. صحيح. أوقف خدمة الدفاع الوطني، خدمة الدفاع الوطني كان يخرج الطالب من بيت أمه ما يعرف الوطنية، يروح للمعسكر يتعلم الوطنية ويرجع رجل يحمل، يعني يقعد شهر ولا سنه في المعسكر يرجع يحمل الوطنيه كل عمره. صحيح. كان في طالعي. اليوم الطب يخرج يقول الموت لامريكا، الشعب الموت لامريكا. الناس خاويين، شباب خاوي. صحيح. كثفوا الاعلام، كثفوا الاعلام، كثفوا الاعلام. شكرا لك يا نقيب، احييك. وصلت الرساله. مصر الجديد. الو مرحبا.
الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، من معي اخي؟ معك محمد من المارب. محمد المجدي. مرحبا يا عم محمد، تفضل. يا عزيزي اللي بيع هذول اللي بيدمروا داخل البلاد هؤلاء هم مكلفين دوليا. نعم. مكلفين بتدمير اليمن، لولا انهم مكلفين لتشوف الدنيا تقوم وتقعد على جرائمهم، من الامم المتحده، من امريكا، من بريطانيا، من الذي يدعون انهم بحقوق الانسان وانهم يحبون الديمقراطيه وانهم تدعي الله. هؤلاء مكلفين بتدمير اي دوله عربيه بتتدمر هذه. هؤلاء مكلفين من قبل الامم المتحده. نعم. والدول الراعيه العالم المتحده في القرار. نعم. يا عزيزي بالله عليك، بالله عليك انا اذكر الصالة يعني كبرى ذاك الكريم الذي يعني عرفوا بانهم الى قيادات معتبريه وعسكريين وقاموا تدورهم بكل سهولة. هل حصل اي تنفيذ اي تنفيذ؟ بما انها دامت وسلمتنا على عبد الله صالح وكان العلبوب اماتكم ومثل اماتكم وبناتكم وخواتكم بانها على عبد الله صالح وفي الاخير اعترف التحالف. التحالف المتعامر على اليمن. متعاملين على اليمن. ما مصلحتهم يا عم محمد؟ خلونا نكون صادقين يا عم محمد. طيب يا عم محمد، التحالف جاء بناء على دعوة من رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية، يعني ما جاء من راسه للأمانة يعني. بس اليوم المفروض أنه بعد 6 سنوات من الرهان على هذه الشرعية التي فشلت سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، التحالف يبحث له عن مخرج الآن. يبحث عن مخرج، عن حلول لحل حالة القضية اليمنية مش تعليقها، لأنه في الأخير الدور قادم عليهم. هو شيء يدمر يا حال ساعة ما بتدمر الذي هو يعني مكلف به هو الذي يتحدى داخل اليمن. شكرا يا عم محمد، وهذا رأيك نحترمه. نرجو من الجميع يا جماعة، قلنا انتقد قل ما تريد بعيدا عن الألفاظ التي لا تليق بأحد. السب والشتم ليس من عادات شيم اليمنيين، رجاء حتى وإن كان خصمنا نواجه بشرف بشجاعة ببطولة. ألو. ألو، مرحبا يا أبو نورة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا أيد يا طول عمر النقيب أحمد. نعم. على التكتيف يا طول عمر الفضائح، أنت مستمر يا أخي، ما في قناة تنشر هذولك شقات قنواتهم شقات طول عمر أكثر من 21 قناة. صحيح. كل يوم يا طول عمر يقلبوا فضائح فضائح فضائح، وإحنا ولا قناة يا طول عمر غير ذا القناة. نرجو منكم حتى لو تعبتوا شوية الله يعينكم يا أخي، كتفوا من الفضائح وتفجير بيوت. أما بالنسبة إحنا ندعي يا طول عمر الشعب اليمني عند الحوثي صهيوني، من لا يكون معه فهو صهيوني. سمعت؟ صحيح. بني صهيون يا طول عمر لم عمرنا واحد فجروا بيته ولا واحد قوعوه ولا واحد يا طول عمر قطعوا راتبه ولا، وهي دولة صهيونية وهم المسلمين والرب. وشوف ما فعلوا في الشعب اليمني يا أخي، ذبحوا الشعب اليمني. انكايد بين الشرعية واتفاق بين الشرعية والحوثي على تدمير الشعب اليمني وإبقاء مليون اللي هم الحوثي والشرعية يا طول عمر. نعم. يتجولوا في جبال اليمن والشعب اليمني يموت بكرة تبيه. عن ما قال الزير سالم عن بكرة تبيه؟ إلى متى يا أخي تقعد تصيح؟ كل واحد فاهم، الطفل فاهم، المرأة فاهمة، ما في أحد على وجه الأرض حدا الحيوانات صارت فاهمة لعبتهم يعني. صحيح. إلى متى بيقعدوا يلعبوا على الناس يعني؟ بني صهيون ما فجر أحد ولا رينا فجر أحد. نعم. فأنتوا قاعدين تفجروا بيوتهم مسلمين عوائل واطفال وحريم يا ابو نوره. طيب إيه؟ المجتمع الدولي الذي جالس يشغلنا بحقوق الانسان وحقوق الحيوان، يعني هذه الجرائم ماذا يسموها؟ يعني هذه الجرائم التي مارسها الحوثي ما هي في قاموس الامم المتحده وقواميس الدول العظمى التي جلست تشغل العالم بالحريه والديمقراطيه؟ يا اخي فارس. نعم. الامم المتحده وقريبت يمثلوا شرق أوسط تخريب يا طول عمر الأمة العربية. نعم. ولا عينوا لهم نجاح إلا في اليمن باسم الحوثي باسم الشرعية. الدول الثانية وعيت وصحيت وطردتهم. نعم. احنا باقي هذول يا طول عمر قاعدين يلعبوا يمثلوا الأمم المتحدة والحكم للأمم المتحدة واشتغلوا بالتلفونات، لا أيهم يريد مصلحة لليمن، أي شيء قدموا لليمن. قل لي بنوا يا طول عمر عمود كهرباء،
واللي بنوا مدرسة، واللي صلحوا طريق محفرة، واللي سووا شيء، لا شيء يا أخي، بس قاعدين يلعبوا على الشعب اليمني، على الشعب اليمني يصحى ويقوم بثورة يا طول العمر ولا ينبذهم عن الدنيا يا أخي. شكرا يا أبو نور. 6 سنوات إيش سووا له؟ شكرا يا أبو نور. إيش قدموا له؟ وصلت الرسالة يا أبو نور، شكرا لك. ومتصل جديد، ألو مرحبا. شكرا يا أبو نور. اسمعني من التليفون الله يخليك، من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، من معي أخي؟ كيف حالك يا أستاذي؟ حياك، عرفنا عليك من؟ الذي دخل السفير الإيراني نفس الذي دخل السعودي والإماراتي والمدرعات والكذا، ما دخلوا كل الله صنع. من دخلوا المدرعات والسودانيين والسعوديين والإماراتيين، من دخلهم؟ دعتهم الشرعية، استدعتهم الشرعيه يعني طبيعي يعني استعانوا بعرب، بعرب ومسلمين واشقاء. خلاص حرس الجنوب يروح لهم، حرس الجنوب خلاص يروح لهم. يتفقوا اليمنيون وبعدين يعني كل شيء بيعود الى كل يعني ايش اقول لك انا، كل شيء سيعود الى دياره. قل لي الان ما هو الحل امام هذه الجرائم؟ الحوثي كل يوم يفجر منزل، كل يوم يفجر بيوت، كل يوم بيوت الله، بيوت الناس، وكل يوم يسرق، كل يوم ينهب، كل يوم يختلس، كل يوم يقتل، وكل يوم يفتح مقابر. حياك الله، وصلت الرسالة. فصل يا شباب. مساء النور والعافية. معك أبو أمة. وارحب يا أبو أمة. أنا بتعين هذا أبو حرب وأبو جن وأبو عفاري تجمعهم يعني سادي قال ينصحوا الناس بالبر وينسوا أنفسهم. صحيح. هم أكبر عدوان، هم أكبر عدواء. طيب عندما بيتحاكى من العدوى والسوق السوداء من ذي بينشره العدوى؟ ايوه على من بيكذبوا على انفسهم على وجيههم يستحوا على انفسهم؟ لا لو كانوا يستحوا ما لا كانوا يستحوا ما وصلنا الى ما وصلنا اليه. نعم اليوم في كل باب، في كل بيت سوق سوداء يا رجال، صلوا على النبي. اللهم اكبر عدوانهم، ومن ذي تنقش العدوى؟ من ذي حناور في طرف السعوديه؟ هم دي صاروا يناوروا ويحاربوا ويقلدوا انهم عن سرا وانهم مدري من ابلونا من بلاهم. صحيح. دمروا الشعب المسكن هذا، ضيعوا والله يا سيد فارس الله عاد النخس. لو عاد ودهم نحاسب حق النخس اللي بيطلع وينزل هو باقيه. كيف بتكون النهايه يا ابو امات؟ الصبر الصبر الصبر، صعب ان اقول يصبر ثم يتحول الى طوفان ان شاء الله. هي عاد تقع نهايتهم، وانا اذكرك اني نهايه بلا، وانه اي يقع لهم نون وعمل. اهم حاجه وثقوا اسماء كل لص، ابوها ولا المتسترين تحت مسمى ابوه، وثقوا اسمائهم، سيجي وقت العقاب والحساب. الصبر. هم بيفعلوا كلمه ابو لا تدري من اي قريه من اي مدينه، كل واحد عارف غريمه ابو كل واحد عارف غريمه، ما مش حاجه تضيع على الشعب اليمني، بيخرجوهم من تحت الارض. والله انهم مسجلين بالاسم يا رجال، دي عندنا دي كانوا السراد اليوم مشرفين وقاده سارق. صحيح. قلنا قلنا عجب شيء يودي نفسه في داهيه، ومن بيقاتل بيقاتل اخوه المسلم. كم قد قتلوا لنا امريكيين ولا اسرائيليين ولا. شكرا لك يا محمد، احييك. شكرا اليوم لك. اليوم هم والمبعوث الاممي هم قدم عيال خاله. صحيح. قدم على عيال خالة بالشعوذة والكذب والسحوة. شكرا يا أبو أمة، أحييك وأحيي حماسك. شكرا لك أخي. متصل جديد، ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليك السلام للمرة الثانية، من معي أخي؟ عرفنا عليك. السلام عليكم. للمرة الثالثة وعليك السلام. من معي أخي؟ غير يا عم خالد، ما في صوت. عيد الاتصال يا حبيب، والله ما انا سامع حاجه. متصل جديد، الو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، من معي اخي؟ عبد الله. طيب تفضل يا عبد الله. واصل انت على الهواء. الو اخي معين، لا تقفل علي، الله يحفظك. تفضل، ما حد قفل عليك يا ابو رغد، تفضل. مساء الخير اخي فارس. حياك يا ابو رغد. واصل.
أخي أنا نبغى أنا... والله تعبت وأنا قاعد أدقدق أدقدق من أول البرنامج. الخط مشغول الناس تصور الخط مرة ما يمسك معي. طيب طيب واصل يا أبو رغد أحييك. برنامجنا اليوم على التفجيرات هذه صح؟ نعم نعم، تفجير بيوت الله، تفجير المنازل، منازل، مساجد، كباري. نبغى زي ما احنا طالبنا يا اخي فارس الله يحفظك، نزل لنا برنامج يا اخي قانا، او وسعوا البرنامج عندكم وندوا لنا ساعة محدود للإعلانات هذه، للإعلانات وعملهم ومكايدهم يا اخي. ولا احنا نطالب يا اخي بالمناطق المحررة الله يحفظك، وصل صوتنا وصوت الاخوان اللي قبلنا مثل النقيب احمد، مثل ابو نوره هذا، وكلهم يشتكوا. نبغى برنامج احنا، الناس فاتحين لهم زي ما قال له لك من اكثر من 20 قناه و30 قناه. صحيح. اعرف انا اللي يدعم من سوريا، واللي يدعم من لبنان، واللي يدعم من العراق، واللي يدعم من هناك القناه حقه. نعم. احنا نبغى من الساحل الغربي، من الساحل الغربي الله يحفظك، حاول تفتحوا لنا قناه من هناك للميدان حقنا. نعم. حتى لو على سياره متحركه الله يحفظك. ان شاء الله ان شاء الله تصير رسالتك يا مراد. الشعب يشوفوا اللي يقولوا ايش الموت لامريكا، يموتوا اخوانهم وامهاتهم واطفالهم. صحيح. والموت لامريكا لاسرائيل، والله ما قتلوا دقي امريكيه ولا فرخه اسرائيليه. اخر حاجه، اخر صفقه يا ابو يا ابو رغد، قتلوا اولادنا واخواننا وابائنا وبيوت اعمامنا واجدادنا. صحيح. والمسلسلات عندك حق البرامج الله يحفظك يا اخ فارس، فاعمل لهم برامج وطلعها. وزي إن شاء ما الله. الاخ نتيب قدام على الحرب صعده، فعلا حرب صعده هي مؤامره بين علي محسن، بين علي محسن وحسين بدر الدين الحوثي. فكان ينزل المعسكرات، كان ينزل الجنود وهذا ويرجعهم، يطرحوا الاسلحه وينسحبوا ويخزنوا لعلي محسن، لحميد، لعبد الملك وحسين بدر الدين للوقت هذا، بينهم درس. لكن الشعب الان هو عارفين علي محسن ومن هو علي محسن وايش برامجه وايش منجازاته. ما سوى شيء، دمر الشعب الان علي محسن للان، مؤامراته وثروته. شكرا يا ابو رغد، ما حد دمرها ولا مسكوا عليها. شكرا لك يا ابو رغد، ولكم العلم اكثر مننا. شكرا لك. متصل جديد، الو مرحبا. وعليك السلام ورحمه الله. من معي من اليوم؟ نعم اخي، عرفنا عليك من. اسمعني من التليفون الله يحفظك. خفض صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. بطة. طيب عرفنا عليك من. ابو حمزة. ابو من؟ اسمعك اسمعك يا زيدي مستوى اسمعك. طيب ابو من؟ ابو حمزة. طيب واصل ابو حمزة. واصل يا ابو حمزة. أبو حمزة يا أخي أنت على الهواء. طيب هات ما عندك. نقول يا خبير الشرعية ودور التحالف أولى جدوا بالخبرة يعني إلى مكان شكرا لك. ما دام عند واحد يقريك ما في فائدة. ألو ألو مرحبا. ألو من معي الأخ فارس؟ نعم أخي من معي؟ حياك الله، معك ابن اليمن. وارحب يا ابن اليمن، كلنا ابناء اليمن. كل احنا ابناء اليمن وفواس اليمن. طيب واصل. نواصل والناشد العقيد طارق محمد عبد الله صالح حفظه الله. ونقول له يهز نفسه واخوانه في جميع المحافظات الشماليه، سواء في ما في الحديده، في صنعاء، في المخرج، في كل مكان، من قبل الاخوان المتفرجين وكل مكان. بيض الله وجهكم، شكرا لك يا ابن اليمن. ومتصل جديد، الو مرحبا. الو الو. ايوه اخي تفضل. بيقولون انا ابو حرب خط. رد عليه، رد من حقك. ايوه انا وسيم الزيادي، بس بين اقول لك يعني على الجرائم هلا في صنعاها. نعم. يعني طيران قد في صف بيوت واضح يا اخي. احنا قلنا ندين كل الجرائم بحق المدنيين، ندينها سواء ارتكبها التحالف ولا ارتكبها الحوثي ولا فلان ولا زعطان من الناس. هذه دماء لا يمكن ان تسقط بالتقادم. تكلموا عليهم يا اخي، دائما نتكلم. اي خطا ارتكبه التحالف ندينه ونستنكره بحق المدنيين.
بس انتم ما تتابعوا انتم اصلا محصورين انتم تتابعوا فقط قنوات الاعلام مثل الحوثيه لكن تابعوا لو انا اتابع قنوات لو انا اتابع قنوات اصحابنا ما بين ما بين اتصل لك للحين احييك من حقك يا اخي احنا فاتحين لكل الناس والله ما يهمنا احد لا يهمنا نعم ما يهمنا ما يهمنا انه كل واحد يعبر عن رايه يا اخي شوف شوف اصفروا لنا اصفروا لنا يا اخي هذا حق التفجيرات حق البيضاء اصفروا من هم اصحاب البيوت من هم ذي الضرر وكيف لامه يعني هذا هذه كذب تعتقد انها كذب شكرا لك يا ابو حرب مع انه ما فهمت رسالتك لكن ذاك موجود امامك وصرخه الحوثي فيها يعني يدمر البيت ويقصفه وينزلها بالارض وعدهم يصرخوا ويعتبره منقذ تاريخي الو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل يا ابو عمرو حياك وسلمك تحييك تفضل اخي ميليشيا الحوثي دمروا كل شيء لم يتركوا اي شيء جميل في اليمن صحيح نهبوا سلبوا قتلوا جرائم هذه الميليشيا لا تعد ولا تجاوزت تحصى. كل الجرائم يا ابو عمرو المساجد يعني مقارنه ببقيه الجرائم ببقيه الجماعات المتطرفه برايك باي خانه ممكن جماعه الحوثي تكون طالما قد تجاوزت القاعده وداعش والنصره و... هذه نعتبرها في يعني اخذت المرتبه بالقتل والسلب بامتياز نعم فهل الدين ديننا الحنيف هل دعا الى تفجير المساجد منازل الابرياء هؤلاء من يدعون بان مسيرتهم يا اخي هؤلاء طعن يطعنون في خاصره الاسلام باسم الاسلام هؤلاء شوف دالحين في كل دولة يا أبو عمرو يجب أن نوضح للمشاهدين الكرام إنه المجتمع الدولي زرع وقلنا في كثير من الحلقات عندما أراد أن يغزو أفغانستان زرع ما سمي بالقاعدة كي لكي أن يكون مبرر الآن أتحداهم يثبتوا إنه أسامة بن لادن الآن فين أسامة بن لادن يا أبو عمرو يسألوهم أين الآن أسامة بن لادن كصنيع من صنع صناعة أمريكية دخل به يعني دخل به العراق احتل به العراق واحتل به أفغانستان وبالأخير فشلوه بالاخير في سوريا عفوا يا ابو عمرو في سوريا صنعوا ما سمي بالنصره في العراق ايضا صنعوا داعش في اليمن صنعوا لنا كيان او ميليشيا اسمها الحوثي لان المجتمع اليمني لا يمكن يتقبل حاجه اسمها داعش القاعده فزرعوا الحوثي يا اخي زي ما اتضح اخيرا في اجندات التي اذاعتها هيلاري كلينتون صحيح بان الاخوان المسلمين في عام 2000 ما قبل 2011 نعم بما يسمى بثوره الربيع العبري انا لا اقولها الربيع العربي اقولها العبري صحيح هم من دعموا هؤلاء الاخوان واثبت ذلك عن طريق الاوراق والاوراق والمذكرات التي سربت عن هيلاري كلينتون صحيح فان شاء الله نرجو منك أخي فارس أن نناقش هذا الموضوع ويكون بعزك. حلقات إن شاء الله في حلقة حصة. قادمة غدا وبعد غد بنناقش هذا الموضوع يا أبو عمر الآن تشوف أمريكا اعترفت بأنها كان سبب في خراب ودمر سوريا مصر اليمن ليبيا طيب الآن من ينصفنا من ينصف هذه الشعوب مما اقترفته الحزب الديمقراطي هل الجمهوريين هؤلاء سينصفون الشعب اليمني ولا الشعب السوري ولا الشعب الليبي هل سينصفونهم؟ إذا فصل أبو عمرو كان آخر متصل مشاهدينا الكرام إن شاء الله غدا كما قال الأخ أبو عمرو سنكون أو سنكرس حلقة الثلاثاء والأربعاء حول التسريبات التي صدرت أو الاعترافات الضمنية والاعترافات الصريحة لتآمر الحزب الديمقراطي الأمريكي مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لتدمير عدد من الدول العربية أبرزها سوريا ليبيا مصر اليمن لمن أراد المشاركة كما نقول دائما عبر الاتصالات المباشرة على تطبيقي الإيمو ودو ورقم الواتس الذي دائما تشاهدونه على شاشة لإرسال أي فيديوها أو رسالة صوتية أو رسالة نصية دمتم ودوم الوطن بألف خير إلى اللقاء